توقعاتك ايه الماتش بكره مصر واوغندا؟ ان شاء الله مصر تكسب. لا المنتخب يكسب ان شاء الله. مصر اللي هتكسب ان شاء الله. هنسعد باذن الله كاس العالم واحنا مرتاحين هنا في مصر، وان شاء الله في اوغندا هناك نخلص الكلام باذن الله. هنكسب 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله مصر تفوز على اوغندا. اللي هجيب اللي جوانا عبد الله السعيد، والثاني اللي هو محمد صلاح ان شاء الله. محمد صلاح وتريزيجيه. عبد الله السعيد. محمد صلاح. عبد الله السعيد او صلاح.